سلام شيخ عبد الولي ابن شيخ علي للعلوم الحكيم. رحمة وسلام شيخ عبد الولي هو ابن شيخ علي للعلوم الحكيم. بدأنا باسم ربي ثم حمد لله، ثالثا بالصلاة للرسول الأنام. رحمة وسلام شيخ عبد الولي هو ابن شيخ علي للعلوم الحكيم. هو قطب الزمان لم ترى من يساوي غير الناس قليل كشيوخ الكرام. رحمة وسلام شيخ عبد الولي هو ابن شيخ علي للعلوم الحكيم. مدحه لرسول قد فشى في البلاد، دائما سلك شيخ لأيام ازدحام. رحمة وسلام شيخ عبد الولي هو ابن شيخ علي للعلوم الحكيم. عالم مثل بحر صوفي كالبصير، عاشق لله وحبيب الكرام. رحمة وسلام شيخ عبد الولي ابن شيخ علي للعلوم الحكيم. ساهر في الليالي مدح خير النبي، مع سيارة ضاها فشت شيخ المقام. رحمة وسلام شيخ عبد الولي هو ابن شيخ علي للعلوم الحكيم.